طالبة نور إيمان المتحصلة على شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز بمعدل 18.18 المتمدرسة في ثانوية شارع الشهداء بلدية وادرهيو ولاية غليزان. الحمد لله على هذا المعدل الذي كان بفضل الله وتوفيقه، وثانيا بفضل الدعم المادي والمعنوي من طرف الوالدين الكرام والأساتذة من الطور الابتدائي والمتوسط ثم الثانوي وكذلك العائلة الكريمة. والحمد لله، لقد كان حلمي منذ الطفولة أن أدخل إلى جامعة الطب وأن أدرس الطب. بو طالبة شمستين أب البنت بو طالبة إمام تحصل على المعدل 18.18 بثانوية شارع الشهداء بوادرهيو. الحمد لله وشكره على الجزيل الشكر على هذه المرتبة هذه، وهذا يفضل يعود على الجهد اللي قام به طوال السنة من دراسة سواء خصوصية أو دراسة نظامية، ونشكر الله جميعا ونشكر الأساتذة بثانوية شارع الشهداء والحمد لله ونشكركم جميع الشكر. خوف مش لا الخوف الباك العباب لي عند الباك صح، بصح ماكش عارف مش عارف النتيجه شحال نحسب المصحح خاطر كان عندي شويه ارتباك في 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 كريتير شويه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم، انا ابو طالب الحسين عم نور الهدى نور الايمان. انا كنت متوقع هذه النتيجه لانها تلميذه مجتهده، و بعد ما نجاح اختها في شهادة المتوسط كنت متوقع باش تجيب هذا المعدل تاع 18 فما فوق. علاش كنت متوقع هذه النتيجة؟ لانها تلميذة مجتهدة، كانت من الابتدائي والمتوسط والثانوي هي في المراتب الاولى. الحمد لله على هذا التوفيق. انا ام طالبة وطالبة نور الإيمان، الحمد لله ربي وفقها لهذا النجاح، ربي وفق لهذا النجاح بهذا المعدل 18.18. نتمنى كل الوالدين يفرحوا بها كما فرحت أنا ببنتي، وربي يوفقها إن شاء الله في دائما في حياتها المستقبلية بإذن الله. نهدي هذا النجاح إلى كامل العائلة، العائلة بطالبة وعائلة بن مومن، خاصة إلى أخي بن مومن الساري وبن مومن عبد القادر. في الغربة وقيل؟ لأنه راه في الغربة عنده بزاف مجلس. الحمد لله على كل هذا التوفيق، يعني راني مرتبكة من كثرة الفرحة ببنتي. الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لله. هيا زغرتي طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.